تحت شعار التغيير، الأثر، الاستدامة، نظمت وزارة الحج والعمرة حفل صناع الإبداع لعام 2023 بمحافظة جدة برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة. اليوم نحن في لقاء لتكريم المبدعين والمبادرين لخدمة ضيوف الرحمن. الحمد لله عندنا مجموعة من الشباب والشابات الذين يقدمون أفكار إبداعية كثيرة لتقديم خدمات أفضل لضيوف الرحمن، خصوصا أن في تزايد كبير في ضيوف الرحمن من المعتمرين، والحمد لله الحج عاد إلى أعداده الطبيعية بعد الخروج من الجاحب بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك عندنا المبادرين من الشباب والشابات، لدينا مسرعة الأعمال اليوم كذلك نحتفل بتخريج أول دفعة من مسرعة الأعمال، وهذه مجموعة أفكار إبداعية يقوم بها الشباب والشابات لتقديم خدمات متميزة، ونعمل كذلك على تشجيع الجميع على المبادرة بأفكار إبداعية. دائما ننظر القطاع الخاص هو شريك رئيسي وأساسي في تقديم خدمات أفضل وخدمات متميزة لضيوف الرحمن. شهد الحفل جلسة حوارية عن أهمية دعم وربط تطبيقات منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وتضمن أيضاً إقامة معرض لعشر فرق عمل إبداعية وتقديم عروض منتجات وخدمات عشر شركات ناشئة متخرجة من مسرعة أعمال الحج والعمرة. كما تم خلال الحفل تكريم الخريجين والفائزين في عدد من البرامج. استعرضنا في هذا الحفل مسرعة الأعمال، مسرعة أعمال الحج والعمرة، وكذلك برنامج سفير الإبداع. استعرضنا خلال هذا المعرض 10 مشاريع متخرجة من برنامج سفير الإبداع وعشر شركات ناشئة كانت محتضنة من مسرعة أعمال الحج والعمرة اللي كانت بشراكة مع البنك الأهلي السعودي، والحمد لله توجنا 3 مشاريع فائزة في برنامج سفير الإبداع وتكريم للخريجين من مسرعة أعمال الحج والعمرة. وهذه السنة إن شاء الله حيكون في تفعيل لدور هذه الشركات لأول مرة في موسم حج 1444. أطلقنا 3 خدمات أساسية وأيضا 3 منتجات، الخدمة الأولى خدمة زادك المكي والمنتج الخاص بها البوت الذكي، بالإضافة إلى خدمة سدن وهي صناعة المبادرات في مواقع التواصل الاجتماعي لشركات الحج والعمرة. أطلقنا أيضا المنتج أجودية لخلق التجارب الثقافية لضيوف بيت الله الحرام، حصل على المركز الأول في وزارة السياحة. الخدمة الثالثة خدمة رافد وهي إعادة صناعة الرحلة التاريخية بطريقة معاصرة وإبداعية. المنتج الخاص بها هي أدرى بشعابها، وهذا بشكل عام أبرز الخدمات والمنتجات التي قدمتها شركة مسهلة لتقنية المعلومات. التحدي كان عندنا هو اسمه تحدي تأهيل الحاج قبل الوصول، فعملنا حل لهذه المشكلة ولهذا التحدي هو إتاحة إنشاء منصة إلكترونية باستخدام الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتجربة الحج الافتراضية في المشاعر المقدسة. عددنا 6 أشخاص، 5 من حجر الداخل وسيدة من حجر الخارج. أتاح المعرض منطقة خاصة للتواصل وتبادل الآراء بين المستثمرين لتقديم خدمات متميزة للحجاج في المجالات التقنية. لقناة إقرأ من جدة، أحمد الشبيلي.